معنا المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. هذا الاسبوع يمكن كان فيه تحديات كتير، يمكن كان اهمها الاثنين الاسود. عايزه ابدا مع حضرتك، ازاي تاثرنا بيه؟ يمكن دكتور مصطفى مدبولي كان بيطمننا في هذا المؤتمر الصحفي، بس عايزه برضو من حضرتك تفصيل اكتر. يعني السيد رئيس مجلس الوزراء اشار في هذه النقطه تحديدا الى ما تم اثارته من قبل البعض من مخاوف بشان حدوث ما تم تداوله من حدوث سحب اموال كبيره او خروج اموال كبيره من الاموال الساخنه. السيد رئيس مجلس الوزراء اكد في النقطه دي تحديدا انه حدث خروج لبعض الاموال ولكن ليست بالنسبه الكبيره، وانه هذا الامر فقط يوم الاثنين، ولكن في اليوم التالي عادت الامور الى طبيعتها ولم نشهد خروج اموال كبيره تتجاوز الحد المعتاد. بالاضافه الى نقطه مهمه اخرى اشار اليها سيادته، وهي انه الاموال التي خرجت هي خرجت من خلال ما يتم تدبيره من السوق، ولم يتم سحب اي اموال من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. وهذا ان دل على شيء يدل على انه الامر لم يشهد تراجع في الاحتياط النقدي ولم يؤثر على النظام المصرفي كما يعني تصور البعض، وبالتالي يعني لا يوجد مخاوف مما حدث يوم الاثنين الماضي. واكد سيادته طبعا على ان الدوله بالتنسيق مع البنك المركزي ملتزمه بسياسه سعر الصرف المرن. طيب يمكن الناس برضو كانت متخوفة من الحركة اللي موجودة في سعر الدولار في الأسواق والبنوك، برضو ده يعني هل هو من تأثير يوم الاثنين؟ يعني بالفعل حدث خروج، يعني طبعا البنك المركزي بيتولى إدارة السياسة النقدية، والسيد رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن البنك المركزي يعني أدار الأمر باحترافية شديدة. الحدوث الضغط او الزياده الطفيفه في سعر الدولار كان جاي نتيجه خروج الاموال، بعض الاموال التي خرجت يوم الاثنين الماضي، وبالتالي يعني هذا الامر هو في اطار سياسه سعر الصرف المرن، هو امر معتاد ولا يوجد اي مخاوف منه، لانه كما اشار السيد رئيس مجلس الوزراء الاموال تم توفيرها بالفعل من خلال السيوله الدولاريه المتوفره في السوق. ويعني اشار ايضا يعني في اطار المزيد من الاطمئنان او طمانه المواطنين، اشار سيادته الى انه المؤشرات المنشوره من خلال او المعلومات والبيانات المنشوره من خلال البنك المركزي نفسه بتشير الى تزايد تحويلات المصريين من الخارج في ظل السياسه النقديه الحاليه، وبالتالي يعني هذا الامر هو دليل اضافي على ان الامر مستقر ولا يوجد اي مخاوف. طيب عايزة اخد حضرتك للجزء اللي انا شايفة انه هو برضو جزء مهم جدا، وهو استراتيجية الصناعة والحديث عن هذه الاستراتيجية. يعني هيتم تطبيقها ازاي؟ هيتم العمل بها ازاي هذه الاستراتيجية؟ يعني الاستراتيجية ان شاء الله يعني سيتم كما اشار سيادته الى عرضها على الجاري، عرضها على سمت السيد رئيس الجمهورية لاعتمادها. الاستراتيجية ستتضمن العديد من الاجراءات، جزء اساسي منها بيعتمد على يعني تيسير الاجراءات، تحفيز المستثمرين، تبسيط عمليات التعامل مع جهه واحده، وبالتالي لا يوجد يعني بالتالي الاستراتيجيه ستكون استراتيجيه بتهدف لتحفيز المستثمرين ودعمهم. ايضا الاستراتيجيه في جزء منها طبعا اشار السيد رئيس مجلس الوزراء جزء منها مرتبط ب ده برنامج دعم الصادرات، سنشهد برنامج جديد يدعم المصدرين المصريين، وبالتالي ستتضمن الاستراتيجيه يعني مجموعه كبيره من التيسيرات والحوافز التي تدعم قطاع الصناعه. نعم. وبتهدف طبعا في الاستراتيجيه سيكون لديها العديد من الجوانب سواء مرتبطه بتعميق الصناعه أو كما أشرت تحفيز المستثمرين أو تيسير إجراءات التوسع وإصدار التراخيص من خلال جهة واحدة،
يعني هناك العديد من المزايا إن شاء الله التي سيتم إعلانها تفصيليا في حين. نعم. طيب عايزة أخد حضرتك برضو أخيرا لملف الدواء، لأنه ده برضو من الملفات اللي الناس عندها مشكلة فيها في خلال الفترة السابقة، ولكن عايزة أسأل حضرتك تحديدا عن أدوية منع الحمل. ليه بسأل حضرتك عن هذه الأدوية أو هذا الدواء تحديدا؟ لأنه أكتر من شكوى كانت بتحصل بنشوفها من سيدات أنهم ما بيلاقوش هذا الدواء. هل ده مفيش تخوف من أنه يعرقل استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بتنظيم النسل؟ يعني طبعا دي نقطة فنية تحديدا فيما يتعلق بالدواء ده تحديدا. يعني طبعا هيئة الدواء ستكون يعني أو وزارة الصحة ستكون أكثر قدرة على الإجابة على الدواء تحديدا. لكن خليني أقول لحضرتك أنه الدواء بصفة عامة، وإحنا يعني في يعني اجتماع انتهى منذ قليل في إطار متابعة السيد رئيس مجلس الوزراء لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، يعني بصفة عامة أؤكد لحضرتك أنه الأدوية الدولة كما شرح السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس هيئة الدواء من قبل، الأدوية إن شاء الله خلال الفترة المقبلة يعني بما لا يتجاوز 3 أشهر ستكون جميع الأدوية تم توفيرها. هيئة الدواء راعت إنها عندما رفعت أسعار بعض الأدوية إلى مراعاة توفير ولو جزء من التكلفة للشركات والمصانع، وبالتالي إن شاء الله يعني خلال الفترة المقبلة سنشهد الانتهاء من تلك الأزمة، يعني وإن شاء الله يعني ستكون انتهت من خلال توفير المخزون الكافي من الأدوية. وإحنا بالفعل يعني بعض الأدوية بدأنا إن إحنا يعني نوفرها ونستعيد عما تم استهلاكه بالفعل، وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة ستنتهي تلك الأزمة إن شاء الله. بشكر حضرتك المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا لوجود حضرتك معنا في كل الزوايا.